خلاص ناخد اول اتصال. الاستاذ امير من بني سويف، السلام عليكم. أمنية امنيه، استاذه امنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور، اهلا يا امنيه. احنا بنستنى حضرتك كل اسبوع والله، يفرغ الصبر. يا ستي احنا تحت امركم، ربنا يبارك فيكي، اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب. بقول لحضرتك، كنت هسأل بس سؤال لماما. اتفضلي. ماما عندها 58 سنة، وبتاخد علاج للضغط اسمه ايزوبرايل، وبتاخد علاج للسكر اسمه جلوكوفاش 500، عظيم. وبتاخد للسيولة ايزاكارد 75. عظيم. هي بصراحة من قبل الكورونا ما راحتش كشفت ولا تبعت ولا حاجة، بس قبلها كانت بتروح لدكاترة يعني، فكانوا برضو بيخلوها تمشي على العلاج ده، بيقولوا لها خليكي زي ما انت. طيب. بس هي دلوقتي بتقول ان هي بتحس دايما بسخونة شوية بتطلع في جسمها، ودايما ايدها سخنة. ده بقالها قد ايه الحاجات دي؟ هي ليها فترة كده يعني بتحس بيها، وكانت بتروح تكشف بقى، فكان الدكتور يقول لها لا خليكي زي ما انت. طيب حضرتك السكر الصايم واللي بعد الاكل مظبوطين؟ كانوا بيبقوا مظبوطين طول ما هي بتاخد العلاج. طب بعد اذنك انا عايز بس اعرف السكر الصايم كام وبعد الاكل كام؟ لو كان في حاجه قريبه ما كانش اتصل بيها الاسبوع الجاي. اتفضلي اقفلي وانا هقول. شكرا يا استاذه امنيه. هو دلوقتي احنا بنبقى محتاجين بس سكر صايم وبعد الاكل، يعني الناس اللي ناويين يكلمونا النهارده مثلا او على البث المباشر يوم الاثنين، فحضرتك يبقوا بس مجهزين سكر صايم وبعد الاكل بساعتين، حتى بلاش تراكمي غالي، وانا ما بيفرقش معايا قوي التراكم الحقيقه. واخبار يعني حضرتك الافضل يبقى ارخص قبل وبعديها بساعتين. لا، التراكم فيه عيوب كتير، فهي بالنسبه لها دلوقتي الاعراض اللي هي بتقول عليها دي ممكن يكون اضطراب في الدوره الدمويه بالنسبه لاماكن معينه، ودي بتحصل مع السكر. فهتجرب دواء اسمه ترنتال 400 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، وكملنا الاسبوع الجاي لو بقى كويسه تدعي لنا، ما كانش يبقى الاسبوع الجاي تعمل الصيام بعد الاكل ساعتين وعشان اظبط الدنيا. تمام.